القعدان ينطلق الكلمه حينها لاخي وزميلي الكريبي بن جابر المري. التواصل مع انطلاقه في اول اجواء اللقاء القعدان من مسافه 5 كيلومترات بمنافسه الشعارات وتواصل هذه المسيره الحافله بالانجازات مع انطلاقه وتواجد اسماء. انطلقت 13 اسم تواجد وانطلق بعمليه البحث عن الناموس وعن التتويج في هذه الانطلاقه الجميله في السباق المحلي 9 الى اول المراكز. مباشره نسير مع المقدمه ومع تقدم ملبي تعود الملكيه لهجن الشحانيه والمضمر حمد بن علي بن حلفان المري من يقدم لنا ملبي مع الصداره والقياده. ثاني المراكز التواجد من مطفوج على المركز الثاني لهجن الشحانيه المالكه والمضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. وثالث المراكز التواجد من البارع لهجن الشحانيه ومحمد بن خالد العطيه من يقدم لنا البارع مع ثالث المراكز. رابع المراكز رابع التحديات التواجد من قبل شاهين تعود الملكيه لهجن الشحانيه والمضمر سالم بن فاران المري والنقله الى المركز الخامس. ارى هنالك التقدم من قبل فلاح تعود ملكيه فلاح لهجن الشحانيه والمضمر سالم بن فاران المري مع المركز الخامس. هذا هو النداء الاول للخمسه الاسماء الاولى والمتقدمه، ولكن بعد ذلك نعود ونتحول بعدما كشفنا شبه اوراق هذا الشوط مع تقدم الاسماء المنطلقه والمتقدمه بمسيره وانطلاقه ومنافسه هذا الشوط، ليرى امور الصداره تغيرت وتشكلت مع مطفوج مع المركز الاول ومع الانطلاق الاول. بدا مطفوج يغير مجريات هذا الشوط وينطلق غائدا للاسماء منطلقا ومستعرضا لنا شعار هجن الشحانيه مع المضمر سلطان بن محمد الوهيبي عملاق المضمرين مقدما لنا هذا المسمى الجميل مع انطلاقه اول المراكز ليشكل المنافسه وليقدم لنا مطفوج كما قدم لنا ابداع في شوطنا الذي قضى قبل قليل مع تقدم هذا الشعار. المركز الثاني التواجد من قبل البارع على ثاني المراكز يقدم لنا البارع محمد بن خالد العطيه حاملا شعار هجن الشحانيه. هذه الامبراطوريه وامبراطوريه هجن الشحانيه. المركز الثالث تواجد ملبي من يلبي نداء ايضا هجن الشحانيه وخاصه النداء المضمر حمد بن علي بن حلفان المري مع انطلاقته مع المراكز الاولى. ثالث المراكز رابع المراكز ارى واتابع شاهين مع المركز الرابع والسلاله الشاهينيه ايضا متواجده بانطلاقه والتحليق المميز مع المراكز الاولى. تعود الملكيه لهجن الشحانيه والمضمر سالم بن فاران المري. الذهبي يقدم لنا الاسماء المميزه ممن نفس بانتزاع ناموس هذا الشوط مع تقدم شاهين ومع انطلاقه المركز الخامس مع فلاح من ينطلق مع هذا الصباح الجميل والانطلاقه المميزه. فلاح تعود الملكيه لهجن الشحانيه المضمر سالم بن فاران المري مقدما لنا ايضا فلاح مع خامس المراكز ومع خامس التحديات بانطلاقه الاسماء وبتواجد الشعارات. ولكن خلف الخمس اسماء لم يحن موعد تقدمها وتواجدها بالنداء ومع الانطلاقه الاولى بمسيرتي وبايضا مع ايضا الخماسيه الماسيه ومع الانطلاقه المميزه. بدات الامور تشتد صعوبة بهذه اللحظات، بدأت ترتفع درجة حرارة هذا الشوط مع تقدم مطفوج
مع الصدارة ومع المقدمة ومع الانطلاقة الأولى، بدأ يتقدم شيئا فشيء مع أول المراكز ليرفرف شعار هجر الشحانية مع المضمر سلطان بن محمد الوهيبي، من بدأ أيضا يستعرض انطلاقات وعرض مطفوج مع المركز الأول ومع الصدارة ومع الانطلاقة الجميلة، غيادة سليمة من قبل مطفوج وانطلاقة أروع من قبل شعار هجر الشحانية ومن قبل تقديم المضمر سلطان بن محمد الوهيبي، من يقدم لنا الأسماء المميزة مع هذه الانطلاقات. المركز الثاني أرى الملاحقة من قبل البارع على ثاني المراكز هجن الشحانية المالكة المضمر محمد بن خالد العطية مقدما لنا المشاقب، هذه المشاقبة الصباحية مع تقدم البارع. ولكن المركز الثالث أرى تقدم فلاح مع ثالث المراكز، وصل فلاح لهجر الشحانية المضمر سالم بن فاران المري المركز الرابع، وتابع تقدم الباز، وصل الدعم يا مطفوج، وصل الباز مع المركز الرابع، هذه الماركة العريقة المعروفة مع انطلاقة شعار هجن الشحانية قدم سلطان بن محمد الوهيبي. والمركز الخامس من يحمل الرقم 5 نظام التالي ينطلق مع المركز الخامس مرتبة لنظام وانطلاقات ومنافسات هذا الشوط هجن الشحانية مع محمد بن خالد العطية، ولكن أعود مع الصدارة، أعود مع القيادة، أعود مع الأمثال القليلة عن الناموس وعن التتويج، مطفوج مع الصدارة، الباص مع المركز الثاني، المركز الثالث، وصل نظام مع ثالث المراكز، ولكن مطفوج والباص بحوار ثنائي مع شعار هجن الشحانية، يقدم لنا هذا الحوار سلطان بن محمد الوهيبي عملاق المضمرين مقدما لنا الباز مستعرضا قوى الباز مع الصدارة ومع المقدمة نحو الناموس، يتوجه الباز وينطلق لمعانقة الناموس وخط النهاية، يقف حبا واحتراما معانقا لتقدم الباز مع أول المراكز نهني هجة الشحانية والثاني المضمر سلطان بن محمد الوهيبي ثاني المراكز. كان الوصول من قبل المركز الثاني مطفوج هجة الشحانية، المركز الثالث كان الوصول من قبل نظام لهجة الشحانية، المركز الرابع كان التواجد من الحاكم لهجن الشحانية، والمركز الخامس كان الوصول من قبل فلاح العائدة ملكية لهجن الشحانية. إذا مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء شاهدنا مطفوج بانطلاقته المميزة، ولكن كان الناموس معانقا الباز بتوقيت زمني وغدره 7:37 76 جزء من الثانية. التهاني والتبريكات نزف لهجن الشحانية والتهنئة للمضمر سلطان بن محمد الوهيبي من قدم لنا الباز. المركز الثاني مطفوج 7:38 40 جزء من الثانية. التهاني والتبريكات لهجن الشحانية والتهنئة للمضمر سلطان بن محمد الوهيبي، وصل النظام مع المركز الثالث. كان توقيت الزمن 7:39 12 جزء من الثانية. التهاني والتبريكات لهجن الشحانية والتهنئة للمضمر محمد بن خالد العطية من قدم لنا البارع أو النظام مع المركز الثالث في هذا الشوط وبمنافسة الأسماء.